يعتمد النظام الانتخابي الاسرائيلي على التمثيل النسبي، حيث ان عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمه بالكنيست يتناسب مع عدد الناخبين الذين صوتوا لها. ووفق هذا النظام يصوت الناخبون لقائمه الحزب. وفي هذه الحلقه سنلقي الضوء على الخارطه الحزبيه في اسرائيل. وأولى محطاتنا كانت لبلدة كفر كنة لمقابلة الصحفي والباحث وديع عواودة منذ نكبة عام 48 بسلسلة من الانعطافات السياسية العميقة والجذرية وربما بلغت أوجها في عام 77 حينما تغلب الليكود الحزب المعارض منذ تأسيس إسرائيل عام 48 للمرة الأولى على الحزب الحاكم في إسرائيل الذي أسس إسرائيل وكان موجود قبل اسرائيل وانا اتحدث عن حزب العمل حينما فاز الليكود بقياده مناحن بيغن واطاح بحكم حزب العمل ليبدا عهد جديد في اسرائيل وما زال اليمين في اسرائيل منذ تلك منذ ذاك الانقلاب وهناك يعني كثير مما يفسر المقولة بأن إسرائيل مرّت بتغييرات أعمق بكثير من تغيير نظام الحكم، تغييرات عميقة في توجهاتها وفي ماهيتها وفي تعريفها لنفسها وتعاملها مع الآخر غير اليهودية وفي تعاملها أيضاً مع اليهودي غير الإشكنازي اليهود الشرقيين الإثيوبيين من ذوي البشرة السمراء وما إلى ذلك. اسرائيل منذ تلك الفتره باتت يعني مختلفه بالتدريج عما كانت عليه وصحيح ان اسرائيل مارست سياسات عنصريه منذ ان قامت ولكن باتت اسرائيل منذ العام 77 تلتزم سياسه العنصريه المباشره السافره بدون اقنعه وبدون ميك اب انما بشكل مباشر تقول للفلسطينيين المواطنين فيها انتم غرباء، انتم اعداء، انتم طابور خامس وما الى ذلك، وهذا امتحان حقيقي ومفصلي واساسي للديمقراطيه بالنسبه للاغلبيه الحاكمه. طبعا يعني بالاضافه الى عوده اليمين الى الحكم او سيطره اليمين الحكم هناك هناك عوامل اخرى ادت الى تغييرات عميقه داخل المجتمع الاسرائيلي افرزت هذه المعادله التي نوجزها بان اسرائيل باتت يهوديه اكثر وديمقراطيه اقل باتت معاديه اكثر لحقوق الانسان معاديه اكثر للقيم الليبراليه واكثر تنحو نحو الفاشيه ونحو العنصريه وما الى ذلك نتيجه الانقلاب في الحكم كما كنا ونتيجه ايضا الهجره من بلدان الاتحاد السوفيتي سابقا دفعت هذه الهجره الى اسرائيل نحو مليون قادم جديد وهؤلاء يعني للأسف الشديد لم يساهموا في تحسين إسرائيل من هذه الناحية بل زادوا الطين بلة وربما هناك من يقول أن إن محاولة الروس أو القادمين الجدد من بلاد الاتحاد السوفيتي إثبات وطنيتهم وحسن انتمائهم إلى إسرائيل دفعهم إلى مواقف يمينية متشددة وبالتالي سدد ثمنها الفلسطينيون على طرفي الخط الاخضر، هناك من يقول طبعا هناك عوامل اخرى منها عوامل محليه، وهناك عوامل عالميه كونيه تتعلق بصعود اليمين في العالم كما نشهد في السنوات الاخيره وما الى ذلك، هذا ادى الى عمليه انحسار تدريجي لليسار الصهيوني والى اتساع بقعه اليمين واليمين الاستيطاني واليمين المتشدد والمتطرف قوميا ودينيا. توجه فريق العمل الى مدينه حيفا لمقابله السيد جعفر فرح مدير مؤسسه مساواه في اسرائيل انماط تصويت اللي هي تصويت تعبر عن هويات ودول مهاجره، يعني اليهود الشرقي يصوت لحزب مثل كحلون او لحزب يهودي شرقي حتى الليكود يعتبر حزب يهودي شرقي او للشاس. الروسي يصوت لليبرمان المتدين الشرقي يصوت للشاس المتدين الاشكينازي يصوت ليهودا تورا العرب بصوت للعرب فعمليا انماط التصويت خلال العشرين سنة الأخيرات كانت أنماط تصويت لا تتعلق فقط في القضية الفلسطينية ولا يمكن اعتبارها يسار ويمين بالطريقة التحليل السابقة الخطاب هذا وكأنه إسرائيل مفوز يسار ويمين وخاطئ اليسار الإسرائيلي فشل أنه يفهم التغييرات في داخل الشرع الإسرائيلي التحرر عندما تحرر اليهودي الشرقي وهو تقريبا نص المجتمع اليهودي من سيطرة موباي عام 77 عليهم وعندما تحرر العرب أيضا من سيطرة باي ب 76 بيوم الأرض و 77 هذا أدى إلى تغيير في الخارطة السياسية بشكل عام والآن وبالذات بعد 92 إلى 95 بالذات بعد مسار أوسلو في فشل آخر هو يعني أنه كل المسار تبع حل الدولتين بالنموذج التقليدي اللي اشتغل فيه شمعون بيرس يوسي بيلن ورابين أيضا موجود بمأزق فعمليا الخرطه السياسيه ستتغير عندما يتغير تتغير الرؤيه لحل القضيه الفلسطينيه يعني ما بكفي بعد نحكي عن دولتين لشعبين الحل اللي تم تجريبه باوسلو وتم تجريبه لاحقا بالانسحاب الاحادي الطرف من غزه فشل والمجتمع الاسرائيلي الان يتحفظ من كل حل يؤدي الى انفصال عمليا وهذا يعطي الاستيطان وبيعطي المستوطنات واليمين المستوطن بيعطيه الامكانيه ينتصر في الانتخابات وهذا يؤدي الى ائتلافات تخدم في نهايه المطاف اليمين البرلماني ولكن انت تطلع على الخطاب كحول يطرح تصور يميني قصف غزه يعني قصف عسكري بتحك بنحكي احنا على خطاب يميني حتى عند اليسار الاسرائيلي فعمليا بدون ما احنا كلياتنا نغير الخطاب ونغير التصور سيستمر اليمين الاسرائيلي في الانتصار مره بعد الاخرى تودا تحاول احزاب وائتلافات يمينيه في كل انتخابات للكنيست شطب واقصاء النواب والاحزاب العربيه وخصوصا بعد خوض الأحزاب العربية الانتخابات بقائمة مشتركة واحدة مما يعطيها فرصة أكبر في التأثير على الائتلافات والسياسات الإسرائيلية حول هذا الموضوع توجه فريق العمل إلى بلدة فسوطة لمقابلة المحامي صبري جريس كاتب وباحث هناك حملة ممنهجة ضد العرب لإقصائهم عن المشاركة في الحياة السياسية لعزلهم وإقصائهم لدرجة أن كل الأحزاب تقريبا بدأت تعلن أنها تتشكل الحكومات مع كل مع أي حزب آخر إذا كان ممكن ما عدا العرب أعتقد أن هذا حاليا أصبح غير ممكن لأن هناك انقسام حاد جدا في إسرائيل والحزب الاحزاب النواب العرب يمكن ان يشكلوا الميزان بين الحزبين قطعا يعني ينبغي يعني ان نتذكر دائما انه احنا نتعامل مع كنيسه صهيوني هو يعني رمز الكيانيه الصهيونيه الكنيسه ليس المجلس الوطني الفلسطيني فلذلك انا لا احسب النواب العرب الذين سيذهبون الى الكنيسه لا على وجودهم ولا على امكانات عملهم هناك. ولكن رغم ذلك هناك ما يمكن عمله. السبب بسيط جدا ان اسرائيل منذ قيامها وحتى اليوم لم تكن بها الا حكومات ائتلافيه لم يكن مره حزب واحد الذي حصل على الاكثريه في اسرائيل وشكل حكومه لوحده منذ انشاءها وحتى اليوم كل حكوماتها كانت ائتلافيه ائتلافيه تعني مفاوضات واخذ ورد بين الاحزاب التي قد تشكل الحكومه وكل حزب يطرح مواقفه ويطرح طلباته ويطالب بهذا او ذاك او ذلك وانا اعتقد ان هذا ينطبق على العرب ايضا إذا تواجدت هناك وصلت التأثير على تشكيل الحكومة أو إجابتي بحكومة أقل عنصرية من الحكومة الحالية أو أو الحصول على أية إنجازات كانت لأهلك ولشعبك وللعرب في الداخل وحتى في الخارج ذلك ينبغي أن لا تتردد في ذلك وإلا ستكون حزب يتعاطى شعارات طنان وفارغة لا فائدة منها وانا بعتقد مش هذا هو هدف الحزب السياسي بعمله بالانتخابات وبعمله بالجماهير العربي يعني ينبغي ان يفعل وان يعمل في كل الاتجاهات سجلت الانتخابات الاخيره انخفاضا في نسبه التصويت في الوسط العربي واعتبر المحللون الظاهرة لإنعكاس حالة الإحباط في الشارع العربي من سياسات العنصرية والاحتلال واعتبروا المشاركة في الانتخابات والكنيسة غير مؤثرة على القرار السياسي والقانوني حول تأثير التمثيل العربي في النضال البرلماني توجه فريق العمل إلى بلدة مجد الكروم لمقابلة الباحث والمؤرخ محمد خليلة على العقدين الأخيرين هنالك ثورة بكل المفاهيم لدى الفلسطينيين في إسرائيل على مستوى أولا رأس المال البشري من حيث أعداد الأكاديميين التي غزت الأكاديمية الإسرائيلية ومن حيث أعداد الأكاديميين التي انخرطت في سوق العمل الإسرائيلي مجرد الاطلاع على الارقام والمعطيات الموجوده اليوم نرى ان المواطنين العرب يعني منخرطون في جهاز الصحه، في القطاع العام، في السوق، في الاكاديميه الاسرائيليه، في كل مناحي الحياه، المجال الوحيد الذي حتى الان لم يخترق من قبل الفلسطينيين في اسرائيل هو على مستوى الحكومه. وذلك بسبب التدني المستمر في نسبه التصويت في العقدين الاخيرين. نسبه التصويت لدى الفلسطينيين اخذه بالانخفاض بسبب استفحال شعور عدم القدره واستفحال شعور الاحباط واستفحال شعور عدم نجاعه العمل البرلماني كافه استطلاعات الراي تشير الى ان المواطنون العرب يريدون ويبحثون عن اليات التاثير والوصول الى مواقع اتخاذ القرار، اما من خلال تجربه الجسم المانع التي كانت في فتره رابين الثانيه من العام 92 93 الى العام 95، واما من خلال صيغه ائتلافيه وذلك يظهر طبعا في كافه استطلاعات الراي، الفلسطينيون في اسرائيل قرروا ان ياخذوا مصيرهم الى ايديهم يريدون بالفعل التأثير على الجو العام اليوم ينظر الفلسطينيون في إسرائيل مكانتهم كمواطنين في الدولة بشكل أكثر جدي ويريدون تغيير مكانتهم من خلال الخارطة السياسية الإسرائيلية هم يدركون الحجم أول شيء الكمي والنوعي لهذه الفئة والقوة السياسية لهذه الفئة ويدركون أيضا حالة التعادل الموجودة في الخارطة السياسية الإسرائيلية ولذلك يرغبون بأن يحدثوا اختراقاً في هذه الخارطة السياسية من أجل التأثير على أولاً السياسات العامة وتحسين مكانتهم وحل مشاكلهم التي تقع في رأس سلم أولويات كالعنف، البطالة، المسطحات، قصائم الأزواج الشابة وكل هذا يظهر أيضاً في الخطاب العام وأيضاً في استطلاعات الرأي التي نجريها مؤخراً مع الفلسطينيين في إسرائيل زويا شلان زويا شلان שלנו، שלנו مدينه اسرائيل صادق الكنيسة الاسرائيلي على عده قوانين كقانون القوميه وضم القدس والعديد من الاجراءات التعسفيه غير القانونيه لتهويد مدينه القدس المحتله وتوسيع الاستيطان حول تداعيات القوانين العنصريه على مدينه القدس المحتله توجه فريق العمل الى مدينه رام الله لمقابله الدكتور حنا عيسى محاضر في القانون الدولي والامين العام للهيئه الاسلاميه المسيحيه. خطوره قرار الرئيس الامريكي ترامب لا يكمن بنقل العاصمه من تل ابيب الى القدس او الاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل بل خطورته اعتبر القدس هي يهوديه ونفى الوجود المسيحي والاسلامي بمعنى اخر طالب الرئيس ترامب بهدم طريق الالم من باب الاصباط الى كنيسه القيامه وهدم المسجد الاقصى المبارك على هذا الاساس اسرائيل بدات بتنفيذ مخططاتها بما يتعلق بالقدس هي اولا احتلت الجزء الغربي سنه 1950 والعالم لم يعترف لها واحتلت الجزء الشرقي عام 67 والعالم لم يعترف لها أقرت قانون الكنيسة في 31 سبعة ألف ألف, ألف, ألف تسعمية وثمانين صدر قرار من مجلس الأمن يحمل رقم 478 طالب الدول بسحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي على هذا الحال بقي الوضع القانوني الدولي بما يتعلق بمدينة القدس رغم الإجراءات الإسرائيلية التي تسيطر عليها وأنا أستطيع أن أقول الآن من مساحة 125.156 كيلومتر مربع مساحة القدس إسرائيل هودت ما نسبته الآن 97% لم يتبقى شيء وبالتالي هم إسرائيل الآن هو إقامة القدس الكبرى على غرار هذا القانون العنصري الذي اقر في 19/7/2018، كيف؟ اسرائيل الان تريد ان تبني على مساحه 600 كيلومتر مربع أه بتعداد سكان 3.5 مليون على غرار العاصمه البريطانيه لندن بهدم كل الكنائس والمساجد المؤديه الى قلب المسجد الاقصى الذي يعتبرونه بين قوسين هيكل سليمان الثالث المزعوم. لهذا السبب إسرائيل الآن في سباق مع الزمن في البناء كذلك والتوسع الاستيطاني في القدس حاليا في القدس يوجد 29 مستوطنة 16 مستوطنة في الجزء الشرقي والباقي في الغربي بتعداد مستوطنين لا يقل عن 400 ألف مستوطن هذا الجانب الجانب الآخر القدس وضواحيها هناك يوجد 43 مستوطنة علي مساحة 46 ألف كم مربع في رأيي ممكن أن تحدث تغييرات في داخل السياسة الإسرائيلية إذا تم قلب اليمين الاسرائيلي في داخل اسرائيل المقصود يمين نتنياهو وان ياتي هناك ما يسمى بالاحزاب الوسطيه تستطيع ان تغير وتقلب موازين القوى بما يحقق الصالح العام والامن والاستقرار في منطقه الشرق الاوسط ويزيل اسباب التوترات الحادثه التي تحدث مثل قانون القوميه الذي اقر في 19/7/2018 يمكن ايضا يعني القول ان قانون القوميه بما يتعلق في يعني تطرقه وتنكره لحقوق شعبنا الفلسطيني ياتي ايضا تتويج للعديد من القوانين التي نسميها قوانين الضم وقوانين مصادره الاراضي، هي قوانين اتاحت للحكومه الاسرائيليه مواصله توسيع المشاريع الاستيطانيه اليهوديه في الاراضي الفلسطينيه المحتله تحديدا في الضفه الغربيه قوانين مهدت وتمهد وتتم تطبيقها لضم أراضي فلسطينية مصادرتها من أصحابها الأصليين وضمها إلى المستوطنات الاسرائيلية وهنالك أيضا قوانين الضم التي عمليا تقوم ببسط السيطرة الاسرائيلية المباشرة للقانون الإسرائيلي على المستوطنات الاسرائيليه بخلاف الوضع الذي كان قائم حتى الان وبحسبه يعني القانون داخل الضفه الغربيه كان بسيطره الحاكم العسكري بحسب القانون الدولي والاداره المدنيه وليس الحكومه الاسرائيليه. الان يتم تشريعات يبسط من خلالها القانون الاسرائيلي سيطرته المباشره على الوجود اليهودي الاحتلالي في الاراضي الفلسطينيه، هنالك مثلا قانون ضم المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية فبالتالي الآن وزارة يعني المعارف تحكم سيطرتها على المؤسسات الأكاديمية الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مباشر وكأنها جزء عمليا من أراض إسرائيلية بلا شك أن هنالك تصعيد في تشريعات احتلالية من ناحية تشريعات ضم ومن ناحية أخرى تشريعات تستهدف الوجود العربي الفلسطيني داخل اسرائيل يتعرض المسجد الاقصى المبارك والفلسطينيون في الفتره الاخيره للعديد من الهجمات والاعتداءات من قبل المستوطنين والمتطرفين تحت حمايه شرطه الاحتلال ودعا وزير الامن الداخلي للاحتلال جلعاد اردان الى تغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى المبارك بحيث يتمكن اليهود من الصلاه فيه. توجه فريق العمل الى مدينه الناصره لمقابله المحامي عمر خميسه مدير مؤسسه ميزان لحقوق الانسان. واضح جدا لكل متتبع لموضوع المسجد الاقصى وما يحدث في المسجد الاقصى ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول في فرض القوه وبوضع يعني مخططات لاعطائه الشرعيه على انه صاحب السياده هناك ولكن الذي يتتبع والذي يتعمق في الامور يعرف انه يفتقد هذه السياده والشرعيه لهذه السياده مع انه يتصرف بالعنجهيه عندما يقوم المستوطنون باقتحامات وتدنيس لساحه المسجد الاقصى والمسجد الاقصى بمرتين عمليا كل يوم وفي الاعياد اليهوديه يكون هناك نداءات من جمعيات وجهات ومنها يعني دينيه ومنها سياسيه لاقتحامات للمسجد الاقصى وهذا يؤكد على ان الاحتلال الاسرائيلي يريد ان يصعد اكثر واكثر فيما يتعلق في فرض على الاقل التقسيم الزماني والمكان. حاليا هم يتكلمون عن الزمان اي الساعات الذين يدخلون بها ساعات الصباح والجوله الصباحيه ما تسمى للاقتحامات والاقتحام الذي يكون ما بعد ساعات الظهر. ولكن نجد ان عندما تكون هذه الاقتحامات للعشرات في كل مره يكون هناك عدد كبير مئات من رجال الشرطه من شرطه الاحتلال. أن هناك تصعيد أكثر وأكثر حتى في الحكومة والقرارات والمحاولات لأعضاء الكنيسة باقتراحات لقوانين لكي يثبتوا الشرعية والسيادة على المجد الأقصى وأن يوجدوا هناك التقسيم الزماني والمكاني نقولها بشكل واضح المخططات التي يسعون إليها هي تدمير المسجد الأقصى ويعني بناء الهيكل المزعوم كما هم يدعون وكما يعملون وهناك جمعيات خاصة في هذا الموضوع ونرى أنها تنشط بشكل أكثر عندما يكون هناك الأعياد وهناك أصبح توجهات إلى المحاكم من طرفهم إلى الدخول إلى واقتحامات للمسجد الأقصى والقيام في حركات تسمى وفقا لدينتهم صلوات يعني في المسجد الاقصى يعني نحن نقول بالنسبه لنا كشعب يعني فلسطيني وكمسلمون ان المسجد الاقصى لم يكن ابدا مساله قانونيه او مساله قضائيه للقضاء الاسرائيلي نعرف ان القضاء الاسرائيلي هو يعني يقف في صف الاحتلال وبالتالي لم نعول عليه في القضايا القدس لذلك كان هناك موقف اعتقد الموقف الصحيح للقوى الوطنيه والقوى الدينيه والسياسيه في القدس و أكناف البيت المقدس أنهم لا يتوجهون إلى القضاء الإسرائيلي في كل ما يتعلق في المسجد الأقصى والانتهاكات التي تحدث في المسجد الأقصى لأن على قناعة أنها منطقة محتلة ولا سيادة لإسرائيل على هذه المنطقة وذلك يتوافق مع القرارات الدولية التي أعطت الوضعية الخاصة لمنطقة القدس. يعني اذا كان هناك من الغباء الذي يفسح المجال للمتطرفون ان يقوموا بالاعتداء على المسجد الاقصى اعتقد انها ستكون الشعلة التي ستشعل ليس فقط في المنطقه هنا انما في الشرق الاوسط لتداعيات هذا الموضوع وخطوره هذا الموضوع